الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الأحبة في الله، نبينا صلى الله عليه وسلم وحينو قسي ورمي وحيالة فربضنا إيمان دونة إيه إسبدل أدونك كل عدونة تلوين بدن نوائي نسيه النبي صلى الله عليه وسلم إيه سيدي لوغة بدباد إلى حالتها سمر كي مادان وحكم إذا حديث تو أرمها كغور رمي عبيد صوصاري الإمام أحمد في المسند طبرين أن الطبراني نو كسو صاري في المعجم الكبير وحل قورنا يلين هذا عليم تابعية علي عليم ميل سطحي وسنق ميل كوران صار نين بويري وحنا نلتشو نين كم إذا الصحابة دي النبي صلى الله عليه وسلم نين كاسي وعابس الغفاري نين كلا دي تري الصحابي أها نين كاسي نلتشو يقول نين كي وحوي لي حلي وحي أهيد وضاعون دعيو وضدك بابا أيان وضاعون لور رقمنا يو إن بدن التغين إن خطر كتران حالة دا إيادة أبا وحوي لي داعونو إدل إقاد أدونك إضافي مرقصة وحان كو يريد علين بعدها هي محاد ساؤول هذا عابي سو محاد سوها باريسا سو النبي قال نمرده صلى الله عليه وسلم متكين يوسن غيري ذا تمنين يوسن غيري ذا دلبنين يوسن غيري عطسنين محايلي غيري ذو محي كينيسا geeridu waxay keenaysaa wixii wanaageed sameyn lahaydna waa afjaraysaa dambigaad ka toobad keenay lahaydna jaaniskiisii bay ku seejinaysaa sidaas daraadeed lagu soo celin maaye geeri ha dalbanin maalmaha aad nooshahay si joogta ku fiican oo haddii dambi ku jirtana jaanisad ku toobad keentay inaad hesho dhici karta hadii aad wanaag ku jirtana wanaagu baad sii siyaasana maxaad geeri u dalbanaysaa مركز أوحي للرسول كان مقلي صلى الله عليه وسلم ورهي لح الرموج انتين إيمان أعماش أودك دقا رواية كلا وحي ليده قيري ده أودك دقا لح الرموج انتين سندين كو إيمان بمعنى وحوي لح ذا سهدي مادان روحي وناك سميني إيا وناكي هلس بو قلي أعماش اللي سميني إيا خير كي عريري بدن بو روحي قلي waxa iimaanaya waxyaalo fara badan oo ka hor istaagaya waxyaalo fara badan ba jiidanaya wanaagii ka hor istaagayo ka celinaya intaynan iimaanin geeri dalbada ama geeri u degdega ama amalka saaliha u degdega labada riwaayadba waa jiraan lixda arimood maxay yihiin wa lix arimood oo nabigu ummadiisa uga baqay sallallahu alayhi wasallam wa lix arimood oo ku tusay markay dhacaan qiyaamadu inay soo dhawdo adduunku gabagabeeyo ولح الرماد والتلمام يا مركي دعان إن زمن كفسادة يا حالات هاليس اللي جيرو سيداس درادد إن لو دق دق وحي وناقي خير حالات داسي مركي تماد مدى كوبا دي نبي قحور صلى الله عليه وسلم دادك وحمق قردك ومدح نقضة حلكي مسلمين تا وحمق قرد لو وريقان داد عقل ير وقرشير وقراد ير وأن حكمة لهين دين يدا مال إسكاليجي أيا حلك مسلمين تلو وريجي دونا هذا فضو ضو فضيت بدن كوتشر عقلي قوضو عقلي قوضو نكالت لمية واتن هذا شرت وقت وراي صوب اللابت لكن مال انكستا او قيامة صور دواتو ارنتا سواسي اتكانيسا حلك مسلمين تنوحو اسي قورا يعني نبنكو كسي ليتو سيد غالب كواساس لأن سيد النبي قال نكسر صلوات ربي والسلام على الزمن متشيرو إلا ميت كقدم بيا كشر بدن زمن متشيرو إلا كقدم بيا كلبة بدن مرك وحوي حلكي مسلمين تا والسفهائي وحمجرد جعنته وقله روح عن عقل الله هدي حلك لجوجو ديبو ودولدي أكو قبت أود قبص دم حوصة مينية إنه حبر بريو ودتك إسكول لايو إنه مدى مرحون أجي هذه إنه خيرات كذي مصالح ذي هذا كو عياره إنه محوء هاي قالوا أجي عن قليو
inuu adduunkeedii iyo aakharadeedaba ku ciyaaro. Nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh taas u horreysiiyey, lianna waxa weeye madaxdu haddii ilaahay ummad uu khayr la rabo, wanaag la rabo, madaxdu u hagaajiyaa. Madaxdu hadday hagaagtana addoommada iyo dhulkuba waa hagaagaan. Haddii madaxdu hallowdo oo ka kharibanto mujtamacaasi, halaag baa lala maagan yahay. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا ضربت أمد ما يلي كسعته مدح ذي ذا لفيريا مدح المركة اللي قوص اللي ذاي الدون كاقا هل اسبو كتشرا آخر دون إن رعضا دي أكرت نبي قال صلى الله عليه وسلم توات المامي إمارة السفهاء وحين كو إمانيسا xilka muslimiinta oo loo dhiibo loo gacan geliyo ama qabsado cidii istaahishay cid aan ahayn, laana xilka muslimiinta laguma qaato dhalasho, laguma qaato qaraabanimo, laguma qaato waxaa lagu qaataa ama lagu qabtaa dadnimo, ruuxa diintiisa, akhlaaqdiisa, caqligiisa, aqoontiisa, xikmadiisa, ammaanadiisa ayaa lagu qabtaa. markay soo noqoto anagu naga dhashay, haduu naga dhashayna waa inuu xilka qabto xataa ninka ugu xunba ha noqdee. marka way markay adduunyo fasaaday imaaratu sufaha. qodobka labaad ee nabigeenu sallallahu alayhi wasallam ka dayriyay waxa weeye, wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam kathratu shurut quliyaha madaxda caawiya ee u kaalmeeya ee dulmiga ugu kaalmeeya badanaya. u fiirso ninku markuu kursiga ku fadhiyo xilka hayo, dadka intooda badanba kaalmay u yihiin, dulmigay ku garab taagan yihiin. imise hay-adood buu samaystay oo dulmiga ku garab istaagay? xaggan waa booliis, xaggan waa sirdoon, xaggan waa ciidan, xaggan waa hay-ado kala duwan, kulli waxay ku garab taagan yihiin kursigiisaas. xataa haddii dalka dhan iyo kursigiisu isqabto, kursigiisa lala jiraa, isagaa loo yahay kaalmo loo yahay. waa midda labaad ee siday culimmadu xadiidka ku fasirayaan, waxaa badanaya dulmiga faafayo adduunka wada gaadhayo meel walba gelaya. markaasaa dadkii oo dulmi sheeganaya oo soo cararay oo garsoor raadinaya ayaa iridaha maxkamadaha iyo dowladda buuxinaya. kuwii marka garab taagna madaxda baa aada u badanaya, kuwaas caawinaya ayaa badanaya, maxaa yeelay dulmigii baabatay. nabigeennuna waa sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh, dulmigaasi inuu sii siyaadi doono ilaa adduunka oo dhan dulmigu qabsado, allana aakhiru zamaanka tabaaraka wa tacaala uu soo saaro nin nebi maxamed haybtiisa laho ku abtirsada oo hal waqti aad u kooban ilaahay sabab uga dhigi doono tabaaraka wa tacaala inuu adduunka dulmiga ka rogo oo cadaalad ku soo celiyo. ilaa laga gaadhayo adduunka dulmigaasi, maxaa yeelay isagoo dhan intiisa badan wuxuu u gacan galay addoommada ilaahay kuwii ugu dulmi badnaa oo gaalaa oo ilaahay xaqiisa dulmiyey. inta kaleetana waa tabac sida loo badan yahay. marka waxa weeye acwaan u kaalmeeya dulmiga. qodobka saddexaad ee nabigeennu ka deeriyey sallallahu alayhi wasallam waxa weeye imaan doona xukumka iyo xilka oo la kala iibsado. say ku dhacaysaa waa laaluushka, waa fasaadka. kii kursiga rabay maanta ninkii jaga rabaay lacag la'aan ma helayo, ama kursi sare ha noqdo ama mid hoose ha noqdo. garsoorihii maxkamadda fadhiyey ninkii lacag le buu u goynayaa, garta u goynayaa. miskiinkii waxba ma heli karo, laakiin ninka gacanta iyo jeebka ka hadli karaa mar walba iskale garta. adduunkaasaan joognaa. ninkii looyarka ahaa ama wakiilkii xaqa u doodi lahaa isaguna wuxuu kuleeyahay anigaa dhicinaya, waxaad rabtee lacagta isii. nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa sii sheegay, rabbigiibaana u sheegayo adduunka waxaa imaan dooniya wixii tagayba ka waraaya, allah baa u waramay. sidaasuuna nebiguna ugu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh, siduu u sheegay bayna wax u dhacayaan. xukumkoo la kala iibsado, war xilka lama kala gato, laaluushna laguma bixiyo, ruuxa akhlaaqdiisa iyo diintiisa iyo ammaanadiisa iyo caqligiisa iyo kartidiisa lagu bixiyaa. ninkii lacag ku qaatayna waa daalim, ilaahay xariggiisa ka furtay. ninka bixiyey ee siiyeyna waa daalim, ugu kaalmeeyey dulmiga iyo xadgudubka masaalixdi muslimiinta iyo xilkooda in la iibsado. xataa meelaha ugu hooseeya haddaad rabto lacag bixi,
lacag bixiyaa bixinaya isagii baa bixinaya shacabkii baa qaadanaya baarlamaankii baa qaadanaya xubnihii baa qaadanaya leanna wax weeyaan wixii waa fasaadeen meeshii loogu talagalay waa ka baxeen xukum la iibsan doono buu nabigu yuhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh qodobka afraad ee nabigeennu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh wax weeye dhiigga oo la fududaysan doono daadinta dhiigga dhiiggii ilaahay xarimay oo aada u cusleeyey oo adkeeyey oo macsuum ka ahaa oo ama iimaan macsuum ku ah ama ammaan macsuum ku ah waa muslim wax lagu dilo muusan gelin waa gaal ballan lagula jiro lagu wada nool yahay wada noolaansho ay ka dhaxaysa muslimiinta oo dhiiggiisu uusan bannaanayn dadka noocaasa layntooda ayaa badan doonta buu nabigu yuhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ilaa dhiigga si fudud loo daadiyo bal adduunka maanta waxa ka socda fiiriyo xagga fiiri oo xagga fiiri oo xagga maxaa loo dilayaa war dadka maxaa loo laynayaa war maxaa laysu dilayaa war dagaaladan ahliga maxay u socdaan war dhiigga daadanaya muxuu ku salaysan yahay ka dilaya ma oga wuxuu u dilayo ka la dilayana wax loo dilay ma oga sida nabigeennu waramay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ilaa uu dhiiggii halkaa ilaahay geeyey ee wax ilaahay xarimo towxiidka marka shirkiga marka laga yimaado wax ilaahay xaraameeyo dhiig baa ugu weyn uguna halisan maanta wuxuu noqday kaneeco aadba juujisood gacanta ku qabato waxaa ka fudud dhiig macsuum oo la daadiyo adduunku halkaasuu marayaa lagana badbaadin qabiil baa lagu daadin reer hebel baa lagu daadin gobol hebel baa la difaaci baa lagu daadin diin magaceed baa lagu daadin dhiiggii wuxuu noqday wax aada u sahlan oo biyo la kabanaya ka sahlan nebi maxamed baa sii waramay salawaatu rabbi wasalaam istikfaafan bidam dhiigoo la fududaysto xaaladda taagan waa qodobka xigee u dambeeya nabigeenu tilmaamay waxa weye sal alay wasalam waa dad jiil iyo generation iyo dad imaan doona oo qur-aanka bedelkii macnihiisa ay raadin lahaayeen qur-aanka alfaadiisa keliya danaynaya kuwa waxay samaysanayaan qur-aanka ugu heesa sida xadiid ku imaanay wey yuqaniyahum bilqur-aan qur-aanka akhrintiisu ugu heesaya qur-aanka laguma heesee waxaa laga wadaa xadiidku macnihiisu yahay bimacnaa waxa weeyaan sawdkii iyo laxnigii heesaha ayuu qur-aanka gelinayaa markaasuu xuruuftii ka saarayaa meeshoodii calashaani maqsuudkiisu waa inuu codka qurxiyo oo dadka soo jiito lasoo raaco waa dadka meesha joogiya mujtamaca waqtigaa la nool laftoodu fikraday la qabaan isaga keligii ma ah kan qur-aanka akhrinaya keligii ma ah hadday damcaan in la tujiyo buu nabigu sal alay wasalam midkay hormarinayaan na tuji leeyihiin oy salaada ku hormarinayaan waa midka yacni waxa weeye codkiisa aada u qurxinaya haba noqdo buu nabigu sal alay wasalam midka fiqhiga iyo fahamka qur-aanka ugu liita haba ahaadee isma weydiinayaan waa ruuxani qur-aanka ma garanayaa maqsuudka dadkii qur-aanka akhrinayana wuxuu noqday codka qurxi macnaha fahan ma ah mujtamacii la noolaana wuxuu noqday cod quruxsan in la raadiyo macnihii maaha ilaahayna wuxuu usoo dejiyey saan khudbadii hore kaga hadalnay wuxuu usoo dejiyey macnaha in la fahmo oo alfaadda ka muhiimsan alfaaddu waa muhim laakiin qur-aanka kariimkiina waa wada muhim laakiin alfaadda iyo macnaha ayaa sii muhiimsan in la fahmo qur-aanka kariimka leanna alfaadani macaanida ay xambaarsan tahay baa maqsuudka nolosha saamayn ku leh marka waxa weeye xaaladda hadda jirta waay markaad u fiirsato dadkeenii qur-aanka bartay iyo dhallinyaradii qur-aanka inoo baratay boqolkiiba 95 ka badan qur-aanka macnihiisa ma yaqaanaan mana danaynayaan maba danaynayaan wax inuu ka maqan yahayna ma rumaysan waa nin qaari oo sawd quruxsan sawdka quruxsan ee dadka uu ku tujinaya lagu hormarinayo ee maxaafisha lagu karaamaynayo intaasuu mooday in maqsuudkii qur-aankuba yahay halkaasuuna ku ekaystoo dan kale ma leh mujtamaciina waxaad arkaysaa xaflado waaweyn waxaad arkaysaa dad aada loo raacsan yahay oo qur-aanka markay akhrinayaan alxaantii heesaha ku akhrinaya oo la weynaynayo maxaa lagu weynaynaya waxaa lagu weynaynayaa keliya tawxuud quruxsan yahay war saas ma aha xataa hadduusan waxba ka fahmaynin ama fahamka diintii qur-aanku ku yaryah kaasaa la hormarinayaa buu nabigu yuhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa tan maanta jirta iyadana waa xaaladda hadda taagan waa war aaway qur-aanka macnihiisii xilligii saxaabadii iyo salafka ridwaanullaahi calayhim dadka qur-aanka xifdisan way yaraayeen
لكن فهمك قرآن كي كسنايين هكلا بدنا ذي لكن قدر معين قرآن كفهم كيسا أي كسنايين باجرا قرآن كفهم كيسا أصل معناه لقارا أصل إن مركي الأخرين يوض أخرين يساعد فهمتا أصل سأصدر هذا با أثر كوحا كوي من عبد الله المسعودي غير كي وقتي النبي صلوات ربي وسلامه عليه القرآن كوحي وقا قادن شيرين طبعا آيات بان قادن شير نبي دي طبعا كآيات بان بان شير نبي أخرين تودا معنى هودا وكو دقم شير مركا كدي بان طبعا كلا قادن شير نبي سيدو كلا معنى هودا كو دقم كودا أخرين تودا هدنا طبعا كلا قادن شير نبي سيدا ساوحان كبرا نبي دي القرآن كآخر اسكيسي عربينا هاي نصلاحان فهم كيسي يفقه كي قرآن كو شير يدقن كيسي بان هالمر وضا قادن نبي سيداس دراد إدباع علماء دا قار كم بدا علماء دي سنده وحي ليهين بدعوين كقدال كيمي دا أمد كدال كقصو بيري وحا كم بدا إن قرآن كاللفذي جيسا بس حوق الله سارو ومعنيه قرآن كآن لدنينين وبدع قدال كيمي دا أو خلاف سن هديجي النبي صلى الله عليه وسلم يا صحابة يا سلف كا وأنا تن ما أنت أن لرنا الله هيوه ولو مسلمين تم أنت أي معناها قرآن كيس قرآن كمعنى صحيح قصار الهين الله شو ذا إسمد البدن باكم موقن الله هي لحداسي خير كيطاع هذا وقدك دجب النبي يقول صلوات ربي وسلام عليه جريدة قدك دجنا والرواية معناها وحلا جوده أنت هاسي مركي دعان حال هذا هاسي مركي مادان هل إسمد كشرتان آخر ديني به هلش كشرت، دين تيني به آخر هلش كشرت، عمل كي صالح يتشنّع أتكو قال له هيدين به هلش كشرة، تحدر زيادة، دلال زيادة، يا إسئلالين زيادة، جودي زيادة، إن الله تما دام بلدونا يا إنتو بواينا هيستا، زمن كستا أو ديب كي مادية وقت جا إن قدم بينا وكسي داري دونتا، بعير النبي جينا وحول صلوات ربي وسلام عليه، زمن متشرو إلا ميت كقدم بيا كشر بدل، حال دواسيها اللابي. سيداس دراديد خيرك هلو دغدغ وراغنا هلو دغدغ حالات علوس بين مرينا او فيتن اي امتحانات اي وحبا ان هيستا مصائب بين هيستا خيرك هلو عررو حق لنا هلو عررو صلوا وسلموا على خاتم الانبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وارض اللهم عن الصحابه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.